بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مسألة أوش مسألة شديكي بعض لويك ما موستا بريت تلبي بري أو حديثي لم ند رواية كرديا أمن بيم نقوتي تكذيبي بك وايا يعني أفرمي المختار وفاقا للسمعاني وخلافا للمتأخرين. إمام السمعاني طبعا هو يبقى مختار دعنايا وشي صاحب كتابي هندق متأخرين وشي إمام رازي وآمدي وغيريوان أوان مخالفين زائستا قولي واني شري خبركيت يا أن تكذيب الأصلي الفرع ما مستا تكذيب فرع خوي بكاكا فقيكيتي فيما رواه لو حديثي كوافرعك روايتي كذي عنه لما مستعي خوي كأن قال وشي ما مستعبري ما رويت له هذا او جاب غياب بري او حديثا بينا قوتي يعني روبرو في بري او حديثا بينا قوتي فرقين يا مهم ويا تكذيبي بك او بقولي بقوات لا يسقط المروية عن القبول حاربك عك حديثك اسقادناك لو كوا قبول بكري لو اما عمل بحديثك هركين ما دام سندك صحيح بي وايه انا فقيك عيبين يا ما مستاج عيبين يا عمل بحديثك كين اما لو لاحتمال نسيان الاصل له لو انا ما مستاج بيري تشوبيتو حديثك واش معنى يعني استاذ لحديثي صحيح يا سؤال لحضرتي انا سؤال لحضرتي انا اكن درباري بسم الله ارينغو اشتكم لي سؤالك من ببير من مايا بينما حديثي بسم الله يبقى متناقضين رواية كدينة لأن ده كان أري جملة نبوة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسم الله يبكى لأن ده كان يشري بسم الله كرت وايا يعنى إيه ليش يشري وبير من مايا إيه أوش احتماله وايا يعنى كوابه واحتماله تأثير لسند حديثكي ناكا وايا يعنى لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع باشي أو كلبو فرع رواية كذية فلا يكون واحد منهما بتكذيبه للآخر مجروحا كواب نفى أصلك ونفرعك نفقك ونما مستعيك كتكذيب يوديك بكن هيتان نابنا مرجوح مجروح يعني بري أو جرح تعديلي كما العلوم الحديث باسكين نابي تعيب دارشي واكا بري الحديث لي ورناجي احتمالك او جرحي لها ادا وايا يعنى اما دبري دوري سبب جرحش تشي ظاهر بي نجم محتمل بي ومن ثم اي من هنا من هنا يكتش وهو ان تكذيب الاصلي الفرع مع مستابر يتفرعي والله رازناك او حديثا بطونا قوت او لا يسقط المروية قوت مع حديثك اسقادناك على قبول كرني اي من اجل ذلك نقول درين لو استمعا في شهادة اگر ما مستوى فقه پیک و شاهدی ان بو کسی چیدی کدا لم ترد شاهدی هي كان رد نکریتو لوچ کو گوتمان مجروح نابن مادام مجروح نابن فاسق نابن وای یعنی کوابو ما مستوى لگر فقه شاهد بون گوتیان والله او خانی افرانکسیا شاهدی کان ورجیده لوچ کو مجروح نینا مادام مجروح نابن هل وكو روايتي عن لورجيلي شاهدي كش عن لورجيلي ولو بابي شاهدي يشبع قوة للروايتي ده زور ساكا او جاء او قوتمان امام السمعاني داري قولي مختار او هاي السقود ناكا حديثك ونبو ادي متأخرين كانك قوتي خلافا للمتأخرين اوان لبت سبرق عمل بحديثك ناكين أري ووجه الإسقاط الذي نفى الآمدي الخلاف فيه وسي أو الكوابرين إسقاط حديثك يكري عاربي كاكا كإدعاي كده إمامي آمدي واتي خلافي شي تيدانيا يعني اعتباري بو قول سمعاني هردان نايا وايا يعني تي الخلافي تيدانيا كساقي دبي أري قوتي هي وسكتيا أن أحدهما كاذب ولا بد حرب كاكا يكا لما مستعب لفقه دروي اكا او جا يان فقه اكا دروي كديا يان ما مستعب دروي اكا بهر نوع عقبي ابي تكذب لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم وايا يانا
إيه ولا بد هيك سارش معنيا لبي إيك إلى هر دكان هر بكازي بدابنيت خلاص برايوه. أو جاء ويحتمل أن يكون هو الفرع احتمال هي كاذبة كان فقيك بي فلا يثبت مرويه حرب كاكا زالبرا ويك احتمال هي فقيك بي إثبات الرواية كلا وكينا بك حديثك لبر كيز بك هذيك السك سؤالك أتو تازق وتد مصنف فرمي لو استمعا في شهادة لم ترد وايا أنه حسن قسم مصنفي زاهلا واجيني كاولوا مفرع بي لسر قول السمعاني. ايران بوردي جيب دي. برام امامي امديش متفق لسمعاني اري لقر اوجدا شاهدي لي ورجيلي. كمتفق لقر سمعاني دري شاهدي لي ورجيلي ودجلي احتمالي كذبه هي ومنافينيا. اما بادبه ولا يديك امامي سمعاني قلت لي احتمال النسياني. نسيان مرفوع رفع عن أمتي الخطأ والنسيان برام كذب مرفوع نية لقر أوجد إمام آمدي دري والله شاهدي لي ورجيلي برام حديثة كي لي ورناجيلي أدي ومنافاد نية ليلة خوي ديك ردشي جوانبو ردشي جوان دراو وابو يانا أري ولا ينافي هذا قبول شهادتهما ولا ينافي هذا قبول شهادتهما في قضية لأي قضية كشاهدي هردو كان قبولك ليه باتفاق هردو لايان ونيكاكا باتفاق السمعاني شو متأخرين كان لو لأن كل منهما يظن أنه صادق حاربكاكا أولت لكل واحد قواتي أقارها زقويا لبرز النكايا هكاكا كأنه دلوكي عمدنيا كأمن دريم أحدهما كاذب لنفس الأمر مدى مقصودة نقل ظني قويدة نعم بابا زر جوب دي أو دري ظني وعي صادقة أولي كقوتم لا بد أن أحدهما كاذبون مقصود نفس الأمر بو برام كابرا حق ما بنفس الأمر دانيا لظن يقول ده كاذب صادقة وايا يعنى أها أويا أري لأن كل منهما يظن أنه صادق واتقى صادقة محتمال شيء لنفس الأمر ده صادق النبي لبرز النكيتي والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حاربك أكاد دروش لسر بيغمبري صلى الله عليه وسلم الذي يقول إليه الأمر في ذلك كنتيجة كي هر دي توسر هندي في ذلك لا ودرو خسنوي على تقدير لسر تقدير شيء كوا ما مستابر بوم رواية نكدي إنما يسقط العدالة كنجي الإسقاط عدالة أكا إذا كان عمدا أقر دو أكا عمدا بي أو عمدا نيا او ظننا واتي اقا صادقة كرتي كي دري او جواب تداتوا ارينا متأخرين كان سكان تان تنافي تداتوا قوتد لابد ان احدهما كاذبون وابو يانا تاردني اقلوان درويكا وتي احتمالي شهية ان يكون هو الفرع كاذبك فرع بي اريدي لو دجلي عيني ليرا موافقي لقر سمعاني اقر اصل فرع بيك وابونا دو شاهيد لقز يشي حاربی که اگر شاهدی اند داره شاهدی اند لی ورژیلی تازه شاره ایدلویا اره جواب داتوا اره اوان لزنی خوی اند آوات ایگن صادقین امن لابد دم بو نفس الامری گوت او ایک لجوابان دومیش که اسقاط عدالت بدلوی ابی بو دلوی که عمدن بی نگزنن بی تیگشتی که عمدن بی ستاست زانی دلوی او اسقاط عدالت اکا أبي ديك إسقاط عدالة ناكا إما خطأ إما نسيان وايا أنا إما إكراها أو سيانا مرفوع القلم لحاربوا يستاكا جاء شارح جفرمي ولو استوضح المصنف أجل المصنف عبارة كيبا عشكلات الفرموبة حاربي كاكا على الأول إلى سر قسي كم قسي إمامي سمعاني مثلا نيقول با ولو او سر او هن يقول با ما هن يقول با بدليل انهما لو استمعا كلمه او هاي بس قلت زاخر قلت با او هم بزمن تجنابو
على الأول بما بناه عليه كلو ولو استمع في شهادتنا لسلم من دعوة التنافي أو تنافي الرويناد بين المبني لبين مبني كي كم كقوتي تكذيب أصلي لبو فرعي والثاني لبين دومش كمتأخرين كان التي أفهمهما بناؤه كواي عن تنافيها رماع أنه تنافي جنيا عبارة مسنفي واجيني ولو استمعا في شهادة مفرع بي بس لسقسي سمعاني شعري فرمي مفرع ني لسقسي سمعاني فقط مفرع لسقسي سمعاني شو متأخرين برام هر ايكا بنوع تأويل شي تفريعي عن كذية او اريب احتمال نسياني ما دام احتمال نسياني بو بفاسقي دانانيم اوش داري كاذبة لنفس الأمر دا برام كذبة كي عمد نيا واي أنا برام أجر بدليلي قود بايا أما واتينا قشتم تفريعك بس لسر قصي إيه كم يكا سمعانيا مع أنه تفريعك لسر بلسر هردو قصامي إيه كم يو متأخرين أريد أبوا بكلمة بدليلي قود بايا حربي أما إستا كولو أو يقول من لموا بفرعك تفريعك هل لسر أو قولي إيه كما وإن شك الأصل في أنه رواه للفرع أجر أصلك كوت جمان وتي أري حديث كم رواية كذبوا أو فقيه يانا أو زنا يانواتي جيش أنه ما رواه له وتي وبزان بوم رواية نكذها أبي ديكا نصان وتي ما رويت لك هذا وبو يانا وذلك كوت جمان وتي أري والله وبزان رواية من كذها نش جزمشي بس دانينا إيه والفرع العدل جازم فقيكش بو شرطه يا بشر عدل بي قوتي با ما موسى او روايتي بو من روايتي دي بروايته عنه فاولى بالقبول هاربي كاكا ليرا لبيشتي لك قبول بكريت كويدي كي جزم هنا قوتي ما رويت لك لكن سمعاني قبول بو وبو يانا لكن قولي مختار سمعاني شو بله والله جانا زام او ظنك بو عدم الروايه ما نظن جانب شي لجانب شي بقوه روايه يعني جانب دي شته دايا او دي كش تردد لبي دي هر دو امران هلا برهن دي يوها قول فاولى بالقبول للخبر حديثك قبول كين لا تسي اولى ترى مفضل عليه كمان شيء مما جزم فيه الأصل بالنفيك تعزق وتمان وتي ما رويت لك هذا وابو يعنى أو جزمان يقول ليرا لقمان دايا وعليه أو جاء أقل بين سر قولي قبولي وعليه الأكثر من العلماء حارب كاكا إيرا الحالة الشك لحالة الزندا زوريني علماء لسر هندينك قبولك لي ونبه القول مختارك بي لو لما تقدم علتي واني شرويا من احتمال نسيان الأصلي أدي قوتد عليه الأكثر أقل تارين أقل أقل دارين قبول يا ونيا برقي أقل ليسيا أريوش عدم القبول كأقل لك علتي عن فيه هناك وقوتان قبولنا القياس على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصلي قياس يعني كذي تسر زمان شاهدية زمان شاهدية وفكرة قبينة وكالة تحفي كلنا بانا يروجي ويكاكا شاهدية فرعية لسر شاهدية أصلي أتو داري كاك ملا عبدا كاك ملا سالار أنقوم كرد شاهد لسر أو قزي زمان شاهدي من بن وايا يعنى دعايا كبشيبان بو يوا اوانش للشاهد كون اقل لك برقيان بوي هنا يتوى ارين رواية قياسي كي نسر شاهدية كل وين در اگر اصل بشيمان بو باوا يان ردات يان فسقك يان عداوتك رويدا باقل لتحفي اوان همو كودن طبعا اوانش للشاهد كون وابو يانا اري ايرش قياسي كي نسر هنديك او اقل لك ودرين أجاري في شهادة الفرع على شهادة الأصلي مثلا إقلوان أصلك بريت فرعي لم أشهدك على كذا أتم نكر دي تشاهدي أو قصي خلاص راز شاهدة كبي أو خلافي تيراني لا في قيدة قياس عن كذا وأجيب جوابي أقل لدرايته ولا لا أكثري بأن باب الشهادة أضيق
ونكعك بالفرق فرق يرس بأن باب الشهادة أضيق باب الشاهدية برترسك تلا باب الرواية برفراوان تلا برقتيا أري اعتبر فيه الحرية والذكورية والذكورة وغيرهما اعتبار كلايا لشاهدي حرية به وايا أن عبد شاهدي لي قبول ما فيه برام للرواية ونيا رواية عبدان قبولة ذكورات للشاهدي لبعض الشاهدي شي ذكورات شرطة ونيا كاكا للرواية فرقي مؤنس ومذكران تندها حديث لحضرة عائشة رواية كلاينا وايا يعني وغيرهما غير وانا عداوة نبي هذه عداوة شنة قول زر منفعي نبي دفع مضري نبي وهنا الرواية يك معتبرنينا وهي أنا كواب باب الرواية بل فلاوان تري لباب الشهادة ولو ظن الفرع الرواية أو جاري عكس بكوا فرعك قوتي وابزانم ما مستام أو حديثي ببو من رواية كذية ها وابزانم بقو معنوا وجزم الأصل بنفيها أو ظنه أستكش قوتي والله ينبوتم رواية نكديا جزمن قوتي أو ظنه يعني قوتي ظني غالبا ما يبوتم رواية نكديا قال في المحصول لمحصول فرميتي في الأول لأيه كما كيك جزم بك أصلك بربوم رواية نكديا تعين الرد حديثك تعين الرد فرميتي رتك لتو حديثك وفي الثاني إيد ومشك بواب زانم بوم رواية نكديا تعارضا حاربك عكا ليد ومت تعارض بي لبيني أصل فرعان والأصل العدم حاربك عكا أصل جوايك روايتي نكر بي برام لقرى وجدا والأشبه القبول إيش تحجي قصرنا ذكا صحيح بي حاربك عكا وابي أتي كوا أبيش قبول بكري أو جاري قاعدة شي ديكش معنها يا جبدي راوية شي معتبر كموثوق به يا زي باورا او جاء للصحابة رافي داورا تا تابعينو وتا تدوين حديثش تا امام بقال المسلمي تيجيش تيكاكا دو حديث بدو روايتان هاتية لا حديثة شي كلمة زيادة او زيادة قبولة يا منافات دلستكا وايا انا بأول بشينا مثال اكتب كتابة شبو بينم امام علي روايتكا رضا خوایلی به فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوریش مزیری به دست او گرتن یک بو دسته یک بو دسته فرموی ان هذین حرام علی ذکور امتی او روایت یک بس هده یاری روایت شدی هاتی توا نسحل لإناثها تا خوا حل لإناثها که زیده یک قبول یعن قبول نی اوا وای یعن جا او بس او قاعده یکی اذا پیش یو چینا موضوعی مقبوله زیاده الثقه مقبوله هر بکاکا لبرس مقبوله لان معه زیاده علم زیاده علمی پیه کلمه چی زیادی لپیغمبر روایت کدیا صلی الله علیه و سلم دیگشتی کاکا قاعده شی دیشه رو من حفظ حجه على من لم يحفظ اوش قاعده شی دیکه هل لنا علوم الحديث فقهاش بکاری دین هذا كسك شتشي حفظ بو أو يديك حفظي نبو أو أبي تبرقل سلوي فقاعدة وفوق كل ذي علم عليم تيجيش دي إذا أو قاعدة عن أرزانة كل زي شديد بو نايته وإيلة فرمي وزيادة العدل فيما رواه أو زيادة عدل روايتك إذا زيادة كدس الشيبي على غيره لسر غيري خوي من العدول لكو مر الرابية كهمو يان عدل او على غيره متعلقه بالزياده يعني زياده يكل سر غيري بي شوليره متعلقه كي ببينوا باشا من العدوليش بويا عدولي ها فرمو دبي مقابله كي كومرك بن او مخالفه او كومرك شوك اگر دوبن وش ايكا واي انا دبي زدو مرجحي بقرين هنجي او مساله شي ديكه سر بخوي دي دو راوي خلاف يعني هبي لزياده يكيو عدم الزياده كي او مساله شي ديكيا او الراوي اختلافي هي لقر اواني دي زياده يش الروايه كدي كو مركي دي الروايه عنك دي بدليل من العدولي اعقاد لي ببو بجمع فرمو او زياده هي مقبوله قبول اكلي والاجري ايش شي بي اكلي ان لم يعلم اتحاد المجلس حرب كعكا باو شرطي نزان ري لأيق مجلسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو حديثي فرموا ها بأن علم تعدده به حربي كاكا
يان حر بيدنك بيد مثلا اگر هر دوكان لأيق روايتي تي روجي پيد شما او مثالكي هنا حاربي كاكا روجي پيد شما دوازلي منجي ربيع الأولي ساري ششمي كوتي مثلا پیغمبر او هاي فرمو صلى الله عليه وسلم او اش عيني تاريخي فرمو او ليرا قبولنية شكو يقمد نيسا برام ايدي قبول اللي احتمال التعدد لو شكو احتمال پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو ما دي سيهنده فرمو بي لأي شي ديكاش وحيا شنوي بو هابي شتكي فرمو بي فدائما عصري تشريع بو شد بنوي بو پیغمبر ذات صلى الله عليه وسلم بتوناتو اني نفي بكي وكابرايا عدلا وايا يعنى بو يفرمو وزيادة العدل زابيان علم تعدده يكم يعني كقلت إن لم يعلم إتعال مذهبي لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر قال تعدد بي أو احتماله لما مجلس الشيخ سكت كذية لا شيء كذية أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده وشيخ شرواية ها؟ وشيخ كشرواية سي؟ نقول لجواز أن يكون أن يصنع ذكرها في مجلس إيه؟ وشيخ إيه؟ جام مثلا وشو بس مزاري أما نقول للصحابة رأي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجي تدوين حديثه أوهم بيقولي ذات وبوخو أو جوازنا بو ما مستعجل وبو ما مستعجل ما مستعجل وبو همان دي برا ما مزاري بعلكن پیغمبري بين صلى الله عليه وسلم شو كأو پیغمبري قوتيه نقول الشيخ كجواي علي والله ديكو عرف النبي مثال لا قيد أعجلي به ومثالك هنا كي أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده له لأن الغالب في مثل ذلك أغرب لو نعشتنا التعدد تعدد الرداوة يعني لما تجلس شيء وهاري ليش اللي وهاري وإلا أي وإن علم اتحاد المجلس أجزاني من مجلسك يكا وشي تازا مثال بوهداي فثالثها قول سيم الوقف عن قبولها وعدمه توقفكين قبولنا كين لبر منافاتكي وايا عنا رتشنا كين ولبر عدالتكي ايه والاول قولي يقمج لو سي قولانا اري القبول قبولكين لجواز غفلة غير من زاد عنها في احتماله اويدك لو كاتك پیغمبر لمدلس فرمويته دارغش ليدا بغافر بو بي جيلقسي پیغمبرين بو بي صلى الله عليه وسلم اها اري هردو لمدلس بوينا ورام او بورجانو كشي بسر دا هاتيا كلمة كي پیغمبر جوه لنا بسر الله صلى الله عليه وسلم يعني خشبشي لدوره هاتيا يعني جوه خوي قرآن ديا مسألة ها او غفلة او انا اري جوه لنا بو بيدي كجوه لنا بوري تمعني عكايا سكي قلق اجوانا ها هلا مدرسي هي انسان جوه لا قسي مدرسي نابي اوش برقي اي كمي وصاني عدمه ايدي دوام قولي دوام مش اري اري هر قبول ناكم تمام شايك سي قول بون متوسطة كيان حاربك كاكا دري توقفكين ايديك لسر طرفي نقيضة لقر ايديك ودري قبول ما كما وش دري قبولكين وان يكاكا او زاري وثاني جو مري عدمه جو قبول ما كما لجواز خطأ من زاد فيها جو احتمالي هي بغرت شوبي او سي قول كامون والرابع قولي سارم قيد قيود بوداناينا قيد قيود على ان كان غيره وغير من زاد لا يقول بضم الفاء مثلهم عن مثلها اگر غيري او كابريك زياده كديها راوي كان زور بون او ايك غافرج ناب مثلهم يعني او راويانا عن مثلها لو نوع زيدين عاده بجوري عاده لم تقبل او قبولناكين كما شاءكين حضرتي انس حديث شي روايه كديها بنفس حديث امام علي روايه كديها ابن عباس روايه كديها مثلا حضرتي عائشه روايه كديها بس نسكسن بس انما جمع كبير عادة أوانش غافل ناب لمثل أو زيدي عجائب حزتي أنس أتو أو زيدي قوت لاتحاد المجلس ها أوا تحمل مدلسا شابن لو أو سيانا شقرتو لمدلس يبن نعمل معقولة كاك علي خوي ليكوت أدي أبو هريرة أدي أبي دي واي أنا أو قولة أو هاي اللي أكوري تولشتكي لحاربو إلى ليكورنوكي لم تقبل أي زيادة قبول ناكي وإلا برام أقر لو نوعان بون كوا غافر بون لبر پيريه يعني لبر نخوشيه يعني لبر شديدك قبول بي والمختار دي قول مختار شونا وفاقا للسمعاني المنع اي منع القبول او قوليها هربجان دك قوتي قبول معكي بران بقيدة شي ان كان غيره غيري من زادك كصحابة كان دي كنا لا يقبلوا مثلهم عن مثلها عادة او قولي تارمي هربجان
نعم ولا المنع إن كان غيره غير من زادك كومركا لا يقبلوا أي مثلهم عن مثلها عادة أو إك برام قيد شيء زياد كرديا هل قولي سارما برام سمعني قيد شيء ديكي زائدا نسر قولي سارم زياد كرد قولي سارم أو قيد دومي إيريتي دانبو أو تها أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها أو لا تعلمين أبو إيه كما كمان هبو لا يقفل مثلهم عن مثلها عادة أو يقول دوباره شكل دوليرا برام إيه تعلم أو هندين قول بو أو كانت حاربي كاكا تتوفر الدواعي على نقلها حاربي دواعي خوازيار هبون كوا أو زيدية نقل بكري وبهذا بو قيد زيدية كانت تتفور دعي عربي يزيد هذا القول أو قول مختار السمعاني على الرابع زيدي لس الرابع كي أتواني بقولي بينزي ميدابني لبر أو زيدي أتواني هرب تار ميدابني بران بوقيدي بخوي بتقى قولي بينزم أدي وإن لم يكن الأمر كذلك أجر أو هر تفريع على سرق السمعاني أجر متوفر نبو دواعي كذلك راجع ولا تتوفروا قبلت هذا كاكا قبولك لي يعني اشتكي لو أنا نبو دواعي زور هبي اشتشي ديك أبو قبلت أو كاتي قبولك لي شي نا أو ما نقود بو شكو قوتي وبهذا يزيد هذا القول على الرابع أذا وإن لم يكن الأمر كذلك أقر أو زيدي نبو تتوفروا دواعي بو أو شري قبلت حالبي كاكا قبولك لي هرسن غافل يجبن لباشا جاء فإن كان الساكت عنها أقر وي سكوتك دي لزيديك أي غير الذاكر لها أضبطا أو يعني زيلك تربو تاتري حديث لبرك دن ممن ذكرها لو يكوا زيديك يقوتيا حالبي كاكا أو صرح بنا في الزيادة يعني ساكتك قوتي أو زيدي لحديثين يا أجا على وجه يقبل كنفيك محصور يجبو نك نفي مطلق نا قد نفي مطلق قبولنا نلا فقهي نلا حديثي نفي محصور قبولا خوزاني مثال يعنكوا نفي محصور او يا نشتشي نفي بكي مقيد ببشتك بري بابا امن او اشم نكرديا حاربي كاكا او اشم برام نفي مطلق ممنوع بري كس او اشي نكرديا هذا بوي زاليرا اگر ما مستهيكا يتيا ما نماوستانا او اكوا نفي زيده يكيكا بري او زيده يفي غنبر نيفرمو صلى الله عليه وسلم او قبولنيا شو لو طول العمر لقل في غنبر يدعنا بوا واي انا او نفي مطلقة برام قولي او زيده يمجو لفي غنبر ينبوا صلى الله عليه وسلم نسو الدهت الله يقول نفي محصورة أو على وجه يقبلوا وهي أن بخوي مثال ديني كأن قال ما سمعتها جملة نبوة نسبة عد نفي كيف بخوي بدأ ونكاكا تعارضا هرب كاكا متعارض به أو زيد يكيه نايا لقرا وين نفي زيد يكيكا متعارض ده بتوقف كه تام مرجح شيء بيدا كي مرجح كش حديث كان عرض يسر قرآن يبكى تقوى إيشيهان لقى القرآن تيك كاتوا قال القرآن دستدنا كود لدواء حديثهم قال تقوى إيشيهان لقى الحديث إيشيهان كاتوا أو حديث إيشيهان جين ورجبيرا دعوة مرزيح يبكى لحالي بو يستا تعارضاء الخبران فيها بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبلوا ولا ما قال بنفيش غير محصور نفي كربو بأن محض النفي محزن نفي كي كذب غير محصور فقال لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم بيغنبر أقصينا كذيا فإنه لا أثر لذلك أو محض استأسيلي لحديثين يو زيديك قبور بأوكاتي لو تكو طول العمر لقال بيغنبر إدانا صلى الله عليه وسلم ولو رواها الراوي مرة أجر إيه راوي زارش زيد يكى جود ونيكا كا وترك أخرى حرب زارش جني جود فكر راويني حرب كا كا وحسب كدو راوي اختلاف عن بيداء أبي أو جام أما مثالك من هنا بو زيد يه بيتويس مثالي دي بيدي بيشو يبسينو ناموزو عتا ساتر لحاربي ها؟
دزاني مثالك بابوانش بين جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا روايتك وها هاتي الأرض مسجدا وطهورا لروايتك زيديش تكلايا وتربتها طهورا كلمة تربة زيادة برامل برو عدل روايتي كرديا وهي أنها مقبولة او زاگر هر ایک راوی مثلا نفس حدیث او مثالت بودینم نفس حدیث روایت کرد زارشی گوتی جعلت لنا الارض مسجدا وطهورا زارشی دی هر او راوی حدیث که روایت کرد جعلت لنا الارض مسجدا وتربتها طهورا تربتی زیاد کرد او فکر راوی یعنی حسابی اوی بوب که دو راوی خلافیان لبینی پیدا بوا اما نمگو دعای دی آگاد لیبی اوی دی که مخالف عدولان بو اول يرى ايكا واي انا ايك برامبري ايشا لحاربي لما سلكي ها اري رواها احدهما دون الاخر ايك لراوي عن زيد يكي بري حاربي كاكا ايك داري ذات شبكين اري فين اسندها حاربي كاكا اگر جاري شي اسناد دا اي زيد يكي وتي حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان حتى قيشت پیغمبر صلى الله عليه وسلم هروها وتركها اسناد تركك شكرت وتركها اوش عطفه وسرها معنى اسند تركها حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان حاربك او جاري زيدة يكي نقول تركك لأيش زيدة يكي بسند قد لأيش اشي تركك بسند قد ترك زيدة يكي اسندها وتركها مفعول اسندها الى مجلسين اما مجلس كان دو مجلس بون ايش قلت في خيبر ايش شي قلت في حنين مسألة مجلس جدابون او سكت يا سكوتي كد ما دام سندي هر دكان صحيحة قبلت حاربي كاكا او قبورة وشي مسألة دورابيان يعني. او الى مجلس برام اگر بو ايق مجلس قلت هر دكشي قلت في مسجد المدينة مسألة فقيل قوتي تي تقبل زيد يك قبول لجواز السهو في الترشي لو انا لسند دوم كت ني قوتيا سهو كلبي بو يترك كلبي قيل شج اري لا قبولنا كاين لجواز الخطا في الزياده لو انا هري كلبي وقيل قيل سيمدري بالوقف عنهما لا زيد يك وترك كي لهر دكان توقف كحتى بودرون بيتو او جا جبد بلاليره او هنجين او خلافه تازه بسمان كل زياده الثقه مقبوله هتائره هنجين كاعراب حديث كي نغوري لضمه وفتحه ومبتداتي وخبراتي ومفعولاتي ولو نوعي نغوري حمتني حديث كي زرري نقاتي حارب كاكا اري ولو غيرت اعراب الباقي اعراب الباقي اقل ولو غيرت اعراب الباقي قال زيد يك اعرابي لفظ كيد غوري او لفظ مايا تعارضا انسان تعارض بيد ابي الشيخ خبر زيادتي وخبر عدمها او زيد يك تيدا او تيدانيا لو لاختلاف المعنى حينئذ فمعناه كش دغوري باعرابه واي انا هو مثال شي فرزيد بوديني ها وجودي نبوا ابو ديني كما لو روي أجل وافرس كين في حديث الصحيحين حديث كي بخاري ومسلم كبو عبارتها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر ونكاكا دا ساعا مفعول دوما لبو فرضي وهي أن هو مفعول دوما ده راوستي فرضي لسلا دا بك ومبتدا وخبر أريتي زكاة الفطر ساع وايه يعنى ها تيجيش او معناه كي الى اخر الحديث او جاك سر رواية بكلي نصف ساعين او نائب الفاعل الروية كاللا فري او بريا روايتك او هابي بري والله نصف ساعين تماشاك معناه قوري وايه يعنى معناه كي قوري يعنى لوش كنير بقل ميلة دسبقي لانده ها معناها كي قورة إعرابك كي قورة أو ساعني كمفعول دوان بوليلة بو مضاف إليه بهندك معناها كي قورة آه ضعيفة نصف ساع من بر بلد او جا جبدي او قوتي من إيراك راستك هو جبدي حزاين حيثك كواتي كاكملا ساعا من تمرين او شعير او حديثك يا
عربي أول روايتي بخاري مسلم وهاي أول جناب الإشارة بوكر أري من برين حاربي كاكا أو زبيبين زبيبي تي دعيت أخواله نهي نايتوا أقل زبيبو قن مجبو نيو ساعة أولا روايتي شديكيا بس ليرا نصف ساعة من تمرين مقيدة بتمرين أقل أو حديثي كمقيدة بتمرين بيكي نيو ساعة أو معنى ده قوري أقل لي أتو من برنا بر لتمرين ساترة تتماشاي من هذه بكاري والبر خير من الشعير والتمرين هذا يقولون تماشاي وين دري بكا بينوا أو حابو حشيك أو هنايا وهز برامتي نفسي حديثني كقول درابي إلى أفرمي ساعة من تمرين من لبو تبيلة تبين ساعة كدبو كواي أنا إذا أو ساعة من تمرين يبكات نصف ساعة من تمرين تجيشني كاكا أو هي روايتك بوي أو كأو حديثي هنا ما بس معن حديثني ما بس معن تغيير حديثي الليلة نخو حديثي كواهيا برجي إمام حنفي شو إيشي شي بيكر ديا استاج إمام حنفي أفرمي أجر جن مدة يعني أرضي جن مدة يعني موجودة نيوساعي بدا هارو تما شاي مسحب يعني كا إيش يا فكرة يا حديث كي أري أجر جودة يعني قصب دا ساعة شي تهاو بدا هذا هو لحد المصري أنا وهاي إيش فكرة هنا بعبارة من نيوسيا نيوسيا أجر جنم يعني أرضي جنم بو نيوساعة لين دري من نيوسيا هارو بكاكا بس يا ليرة مقصودي شارحي رحمة خالي بيردكي أو عبارتي بقوري ساعة من تمريدي بكات نصف ساعة من تمريد لحاربك كملاستا خلافا للبصرية بعبد الله في قوله تقبل الزيادة حاربك كما إذا لم يتغير الإعراب غوري بوش قوري هر وشين قوري هر دخل القبور ولو انفرد واحد عن واحد فيما رواياه عن شيخ دو فقيه او زار خلاف يعني ليه بيدابو هر دوكان روايه عن لما مستايخو كلبو واي انا اتبري والله ما مستا او كلمه يقول اوش روايه كامل اسالات ببي زيد يك روايه هر دو شان اي ما مستاتان هوا اوي ديك شمولي پیغمبري شيخ صلى الله عليه وسلم وليره بس تايبته بما مستاي قبل المنفرد فيها عند الأكثر لكن زورينان منفردك قبورة لأن معه زيادة علم ونكاكا زيادة علم القضاء وقيل شي زعيب قوتيتي كمقابل أكثر لا قبولنا لمخالفته لرفيقه ثم مخالفه هاو في شكل خوي كردة أو جاري مسألة شديكا أو مثاله هنا ما نقول من سقكا كزيادة كدري مخالفي عدول عن به ونيا عدول كان نيا عنقود به خلاف أبو أو جاري عكسا اشتشدي رويدا منفريدا كنيا وكابراي بتني بس ندوه قيان دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو علماء ديكا كزيدا يكي عن ناقود بسند يان نقيان دوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم حاربي كاك الصحابة يان ذكر نكر إيش الشواء يان كر كزعفه بحديث كي بقيني أما دوين دريت سبكينا زهو بحثي هنديد بو أكا ولو أسند أجر أبو سند جاءن جاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم وأرسلوا أوانش إسقاط الصحابة عن كل بين خوي عن پیغمبر صلى الله عليه وسلم نار الصحابة كيان نقول أي أسند الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته وأرسله الباقون أوانش بمرسلي قوت يعني حديث مرسل تيا ومرسل منه الصحابي سقد ونكعك بأن لم يذكر الصحابية كما علم مما يأتي لتعريف حديث الوائرون أو وقف حاربكعك ورفع يعني أو زاري أو وقفيك القوتي أو صحابي أو هاي فرمو قال علي قال أبو بكر المسلا ورفع أوان برز يعني كده أبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أري كذا أو ها بغرتي هاتي بخط المسنفي بخاطي مصنفية مش هر غلطة كم نيسي توا سهوا شكا مصنف سهو كذية تقديم وتأخير كذية حاربو رفع أو وقفوا أصلك يوهي وصوابه صوابك رفع كابراي تنها رفع كربو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتحدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقشتي كعكا أو هاي قوت ووقفوا أو هاي ديكش وقفي عن كل سر صحابك قوتي عن قال أبو هريرة حديثي موقوفة ويا ناوي صحابة كي بريو سكوت كي
ناوي بيغنبري النبي صلى الله عليه وسلم. أي رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته ووقفه الباقون زبزان أمانة علمي كوا غرتك كون نسائي لكتبه نفسي غرتك نسيته دعا يشيبه تاككاته إنما كان الصواب ذلك إيه؟ إنما كان الصواب ذلك إيه؟ كلامك زيادة عدل على غيره إيه زاد أوحى ايه ايه او صوابك او اما مقصود معنى عدل اشتشدك زيادك ليرا عدل تي زياد كرديا ذكر پیغمبري زياد كرديا صلى الله عليه وسلم هذا رفعينه كد كرفعك ذكر پیغمبري زيادك صلى الله عليه وسلم معه زيادة علمي اتكو والله انما كان الصواب ذلك لان الكلام في زياده العدل على غيره بس زيد يعدل يكن زيد يعدل تيار قال رسول الله يجي كان قال رسول الله وكان قال ابو هريره دباشا اجا رفع الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من رواته ووقفه الباقون على الصحابي اجا وقفك الصحابي ومن دونه يعني لقاله وشي حسن بصري فرموبيتي وايه يعني نابرن حسني بسلي فرمودي اوش فك زيادتي حربي كاكا وشي زيديه عيني تفصيل بيتو زاو تفصيله كد بو اريتو اي فالاسناد والرفع كزيادتي فيما تقدم فيقال لتفصيل كيدرين ان علم تعدد مجلس السماع من الشيخ اجا مجلس السماع كيزاندراك تعددي بوا فيقبل الاسناد أو الرفع إسنادكش قبورة ورفعكش قبورة لو لجواز أن يفعل الشيخ ذلك مرة دون أخرى سألو عني الشيخك مرة زار شيء إسنادك البي زار شيء نكر بي أو إيك وحكمه في ذلك القبول حالبك لو إسناد إذا حكم حديثكش قبولة حديثك ما مقبول على الراجع لسر قولي بقوة وكذا إن لم يعلم هلها قبورة كذا راجع ولا فيقبلوا إن لم يعلم تعدد المجلس ولا اتحاده لو لأن الغالب في مثل ذلك التعدد أي وقت كان بوديني تو يتعذر كندن أدي وين علم اتحاده أجزان من لأج مجلس ما مستعود درس يقوتيا فثالث الأقوال قول سيم الوقف عن القبول وشي لزيد يك يقوت ما وبيانا وعدمه والرابع إن كان مثل مرسلين أو الواقفين أجر أوكو مريك إرسال حديثك عن كرديا سقوط إسقاط الصحابة عن كرديا يا واقف عن وقفه عن كرديا الصحابة لا يقول عادة عن ذكر الإسناد أو الرفع لو أنا نبون كغافر بن لا إسناد ورفعك لم يقبل قبول ناكري أول سقسي شيبو أو ديك قول الرابع بو قول الرابع إيش تاني قشتيني سمعاني وكاكا أدي فإن كانوا وإلا قبل قلنا قبولك لي فإن كانوا أضبطا أدي قروان زيرك تربون أو صرحوا بنفي الإسناد يعني بنفي شي محصور قوت يعني أما جوامان لو سندين أبوا أو الرفع يعني جوامان دين أبوا رفع بكري على وش يقبلوا بي يعني قوتي نفيك محصور بي كان قالوا ما سمعنا الشيخة جوامان لما مستعين أبوا أسند الحديثة ورفعه حاربي حديثة كي بسند قيام بيتا بيغنبري صلى الله عليه وسلم يعني رفع كربي بو بيغنبري تعارض السنعاني هنجن تعارض بيداء بي بدواي مرجح داب قري او تفصيلك دقة او دقة وشي زيدي برانبر با صحاباني بو هنا يبا او جاري دينا سر قاعدة شديك حديث دلو سپاس رواية بكلي مثلا حديث انما الاعمال بالنيات زور درجة واي يعني فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته الى ما هاجر اليه او لامرأة ينكحها او دنيا يصيبها او هم يتدعى حديثك اتحسب كبري انما الاعمال بالنيات يعني هذا دبري انما لكل امرئ ما نوى اخروش بارسي حديثه او درست تقطيعي حديثه بكيل الروايه بس محل شاهدك يبو قد بيني درست يعني او عادتي فقهاء يعني هل كتاب الشرعي تو شاكر عن حديث البدرجي بو ناينن هر اللي قولي صلى الله عليه وسلم وانده بارسه شي حديث البود استهر هم كتبه في خيب الورا كاري نيت ركنك لفران اشتيدا هر اللي قولي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات واي انا خلاص هر هذا البود علي وحسب بعض الخبر جائز عند الاكثر حاربك عكا لكن اكثر علماء جائزة بتايبتي فقهاء زور اشي بيكا الا ان يتعلق حاربك عكا
هربك أن يحصل التعلق للبعض الآخر به، يتعلق به به نائب الفاعل يتعلق يا أجر بيتعلق الإسلام إعرابك يتساب كوا ما قال تعلق بيداب به هربك أكا أو حديثي كوا أو فارسي تركت كرديا به بوي كوا قوتي تتفلع يجوز حسبه اتفاقا هنجي دروزنيا حسبك لإخلاله بالمعنى المقصودي وشي زرر بمعنى ما بستقيني كو كأن يكون غاية معنى أو بعض الكوانات قلت يا غاية بلبو مذكورك أو الذكر كذيا أو مستثنا حربك كيا مستثنا بي مثال بنا كما في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة بيغمبر صلى الله عليه وسلم نهى كذيا ميوزاد بفلوش لي ليرا سقوط بكي عارف سقوط بكي سيدي كنري نا دبي حتى ترس هيش بري حتى بركي لي بيداء بي ها كاك غراوين ري او غايتين ري معنى ديك غرد درسي وبيغمبر نهي نكدي صلى الله عليه وسلم يوزاد بفلوش لي ليلة دروزنيا او شرق سي اكسر يا ها قاد لي بي ها اتا بركة لي بيدا ابي ابا بدوي السلاحية بركة بدوي السلاحية اه وحديث مسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق او اندي سكوت كي بري زيري بزير مفروش زيوش بزير مفروش سكوت كي ليلة لا ممنوعة ده بيصير استثناءكش بري مستثناءكش بري إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد حتى آخر حديثك تجيش تكاكا ده بأوش بري بخلاف ما لا يتعلق به برامج الحصول تعلق ندبو بو متروكي كي يشتعنا دقوتيا فيجوز حسبه وانجي درس حسبك وشي إنما الأعمال بالنياتي إنما الأعمال بالنياتي تعلقي بغنية فمن كانت هجرته لله ولرسوله يعني فمن كانت هجرته لامرأة ينكحها أو دنيا يصيبها تعلق شوائنية معنى حديثة تقدر ولو لأي مزل سيبيغم بالفرميتي صلى الله عليه وسلم بغام درسته إنما الأعمال بالنياتي بريبتني آه إيه دخل لأنه كخبر المستقلين وشي حديثة شسر بخويا وقيل لا يجوز حاربك عكا قيل قوتي والله الدرزنة لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق لاحتمال هي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كأو كلمان بيك وقوتينا فائدة كبي أو فائدة بفوته بس بالتفريق بلك زاكر نبي حتما هاي تشتك وبلاغتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هيبوا أما نيتمان استهل حديثي إنما الأعمال بالنياتي أو الذكر كده تعلق شي معنوي هل هيا همو يبيوستي بنيتي هيا منا هجرتك دقر بو خواه پیغمبری بی صلی اللہ علیہ وسلم و نیتك بو هنده بو بدوش نشه لازو که کابره اگل مکه که هات مدینی حزی لج نشه اکر بو هنده هات بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو برام آیا مؤثیر او لمیان نا اره تأثیر نا کاما دا معنی حدیث نگوری خلاص براوا اجا وقرب هذا من منع الروایت بالمعنى او قيل اي كوا اري دروزنيا حسب بعض خبر بكري حسب هند شبكي و پارس شي لي روايت كي نذكر تو او قيل لا شيء من منع الروايه بالمعنى لو قولي كوا اري ممنوع روايه حديث بمعنى بكري او ايش كبرغي بهند يجري تو شكا اري دواني الروايه بلفظ پیغمبر صلى الله عليه وسلم نكته شي تدابي او نوعه لمعنى كيداني تزيكتو لفظشي دي كيبو داني بويل او قولي كوادري الرواية بمعنى ممنوعة لقال او قيلي ليقني زيكد او جعلي ندوس تبري وقرب هذا قرب جوكويني برامة مكا قربي لكويني نوع بناني افرمي قربي بالبناء للمفعولي لبنهن دي ببناء مفعول ما نخوين دوا وسيأتي خلاص اوش دعاية دي مثاله مثال إيرا وشتبه حديث أبي داود وغيره أن صلى الله عليه وسلم قال في البحر درباري بحر فرموه هو الطهور ماؤه أتهر هنديب ليه وكيف عكا الحل ميتته ينري يعني بري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته حاربي الطهور ماؤه ينري مثال هندي أتواني بارسيك بزنبي إذا برسعتني وش خليك بقى؟ وإذا حمل الصحابي يقيل أو التابعي مريه أجل صاحب صحابيك رواية حديثك يا كيان تابعيك حبل الرواية كي خوي كير على أحد محمليه لسريك شلو دو معناه أنا خوي
لفظك دو معناه اجا عندن بس او تعييني معناه الشكل قلت يو معناه مرادة المتنافيين معناه كانش بيكو كونابو نوا كالقرئ وشي قرأ كالقرآن شاتيا بو تهريش دي بو حيزيش دي برام بيكوش كوناب نوا ناكري افرق حارتش دا طاهيريش بي وحائضيش بي او ناكري واني كاكا متنافين برام قرئش بوردو كان بكارده ازاور حديثة كي روايت كير وتي والقرئ هنا الطهر مثلا او هاي قول يعني قولتي الحيض عبارة الشيء او هاي قول فالظاهر حمله عليه ظاهر واقيني اما حمل بكين حمل حديثك بكين عليه وسر محملي محمل الصحابة كي لان الظاهر انه انما حمله عليه لقرينة يعني قرينة كبوة آية استفساري لفيغنبري كدي توسل الله اسلام يعني عمل بو محملي كراية لسردميوي او مشاهدي وحي او عنبو او كابرايا كوابو بقسية كين وتوقف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي حيث قال أو توقفي كده فقد قيل يقبل قيل قوتيت قبورك لي أو محملا وعندي فيه نظر حاربي لو قبورش دعلك لمن نظر هيا أي الاحتمال أن يكون حمله لموافقة رأيه شو احتماله هيا رأي صحابة كي أو هابو بموافق رأي خوي أو قول بي لا لقرينة نقل برقرينة أو هاي فرموه أدي وإنما زهلير أري عبارة مستنف فرموه وإذا حمل الصحابي قيل أو التابعي لو تابعي بقيل دانا صحابيشي بقولي بقوة دانا قيل يقل نقود أقاد لي أري وإنما لم يساوي التابعي الصحابي لبرهند تابعين قشت درزي الصحابي على الرازحي لسر قولي بقوة كمستنف هناي لأن ظهور القرينة للصحابي أقربه فقرينة كان للصحابين يذكر أو مشاهدي بيغمبر بوا صلى الله عليه وسلم أجاقوتي متنافي بن أدي وإن لم يتنافيا أي المحملان حاربك عك منافيك دينبون فكل مشترشي معدام منافين بن وشي مشترشي قبورك ليه شو مشترك درست حمل بكرية السلام مو معناه كاني في حمله على معنيه أقردوا معناه بون يعني معاني كاني أجزول معناي هبون الذي هو الراجح حاربك عكك أوش قولي بقوته أو ذا ظهورا يعني بريد اللي بروي كوالو معناي دا ظاهرة لكن عندك علماء أو احتياطا يعني لبر احتياط كما تقدم أوش من رابر قوتي إطلاق المشترك على معانيه زائز حاربك عكا صحيفة كيبو بنيشان كردي دوست و دوت و شش لبين داري كوابو فيحمل المروي على محمليه هردو محمل كان دقلين وكذلك وشي مشترشي ولا يقصر على محمل الراوي اما بقصي راوي ناكين هر ايشي بقصي بكين عربي ايشي بقصي بكين ايشي ديش بلفزي حديثة كيكين وانيك عكا كوابو ولا يقصر على محمل الراوي الا على القول بان مذهبه يخصص ما قال سلو قول الزعيفي بروين بروين مذهب الراوي تخصيص عام يكا اوش ما انقود وتقدم ان مذهب الراوي لا يخصص على الاصحي حاربك عكا لصحيفة سيبسي لبين داري بتما والاصح ان مذهب الراوي لا يخصص تخصيص عام مناكا او ليرا نبو لو درسيته وعلى المنع إذا قال سلمان عكي بروين حارب الكعكة كقول بقوتك يا من حمل المشترك على معنيه قول بقوتك داري مشتركنا بحمل فلية السهر دمانان يكون الحكم كما لو تنافى المحملاني هنجل وش متنافي إيري ليديتوا حارب الكعكة حمل كده سلسة أسأل إيك شيء قال صاحب البديع المعروف حمله على محمل الراوي حارب الكعكة حمل كريت السر محمل الراوي كي قال هل صاحبي بديع فرميتي ولا يبعد أن يقال لا يكون تأويله حجة على غيره بل عم دوري جنبرين تأويل الراوي نابي تحجة لغسر غير قلتك مستهيد نابي تقليدي مستهيد بك فإن حمل الصحابي مرويه على غير ظاهره أدي أو جاري صحابيك روايتك يقول حمل كده سر غير ظاهري معناه أو معناه كظاهري ذيابه كان يحمل اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي حاربك عكا حمل اللفظ كيف كانت السر معناه مجازي بري أو معناه مجازي مقصود وناك حقيقي أو الأمر يعني أمر بكاربيني على الندب حاربك عكا السر أمر بري أو أمر لبو ندب دون الوجوب إشكا أصل ويا أمر لبو ندب وجوبة
هتا قرينة دي هنيك أكا فالأكثر زوريني عدماء ينقوتي تيان على الظهوري هاربك أكا عمل بظاهري حديثي أكري بقسي صحابة كينا أكري تو ظاهري حديثي لفظي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويديك بوتوني صحابي كيا دون قول الصحابي بقسي صحابي كينا أكري أي على اعتبار ظاهر المروي ده خلاص أزاو فيه قال الشافعي حاربي درباري أو موضوعي إمام الشافعي فرمتي رزاي خوالي بي كيف أترك الحديثة أمن كواز الظاهر حديثي بينم بقول من بقول صحابتي لو عاصرته أقل أمنيج لسردمي ويهباما لحزسته حاربي برقم لسردين أوتكو وشي عرب مو وشي ويش قريشي عجيش موابي زياتلا حاربي كاكا صحابة كتأويل حديثي يكر بغير الظاهر إمام الشافعي فرمو قبل السردمي ويباما من بلانا ما قال كربا أمن دم بردوا وهي أنه كواب عمل بظاهر حديثي يكر وقيل يحمل على تأويله مطلقا وقولش الزعيفة وأنكاكا لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل صحابة كعدول إلى الظاهر كرديا دليل شي بدا زوبه قلنا ما جواب دينه او نابي تبرغلو هو في ظنه لظني ويدا دليل بوا فلا مستهيد بوينيا بخصي مستهيد يبكا هاني كاكا وشي امام الشافعي يستعلم بخصي صحابي ناكم بخصي زائري حديثي اكم وليس لغيره اتباعه فيه بو غيري مش حقنيا اتباع بكا مادام قي بتدرج اجتهاد وقيل يحمل على تأويله قيل شدي وقيل سيما أريت حملك ستأويل الصحابة كي انصار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أقل لبرهندي تشوبي أو تأويلي كلبيتك علمي هبوك في غنبال صلى الله عليه وسلم أو مؤولي مقصود بوا أزا من قرينتين حربي كاكا أوشت قرينة بي علمك بسبب قرينة بي أو متعلقة بعلمه يعني علمك بسبب قرينة بي شاهدها بتاو ديد بيتي قلنا مجدرين علمه ذلك كصحابة أو صحابيا تأويلك يكا علمي بقصد فيغنبري هبوبي صلى الله عليه وسلم أي ظنه مقصود يظنه وبوبي حاربي كاكا ليس لغيره اتباعه كوابو بغيري ويش دروزني اتباعي بكا لأن المستهد لا يقلد مستهدا حاربي مستهدنا بتقليد مستهد بكا كوابو صحابه تابعين بكا ومستهدا أما فإن ذكر دليلا اگر دليل شي لغا تاويل خوي گوت حرب كاكا عمل به هنجين عملي في اكله وشي حضرت عبد الله بن السلام حرب كاكا حديث شي روايه كرد درباره اعتكاف مزگوتي تابعي لك السؤال شي لك دوا برگي لس تاويل خو هناوا فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کس اگنویش کردو لجه خوی لجه مزگوت دانیش تاروانی نویش کرد کرد یا کان فی صلاتی مالم یحدید هر وی بو حسیبه انا و نویش دابی مادم بید از نویش نبو بی او برگی لسر تابعینی که هیناو او برگی بحدیثیشی صحیح هیناو لسر قصی خوی او یعن قبول اکلی لیلتا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.